جميل. طب انت قلتي الرياضه هي اللي اختارتك برضه، انا عايزه البدايه اتكلم معاكي فيها، ليه كنتي محققه نجاح في الهاندبول برضه وبعدين تروحي رياضه ثانيه؟ ايه اللي خلاكي تحبي كده؟ يعني شفت ان انا يعني هاثر، شفت ان انا في الرمح ان انا هوصل اصلا، يعني فضلت 12 سنه بلعب هاندبول عشان اوصل منتخب، انا الرمح ارقام وتاهيل على طول. أوكي. دخلت منتخب. انت كنت عايزه ده يعني؟ انا يعني الكارير بتاعي اسرع في الرمح، كنت هاثر فيه لو كنت فضلت في الهاند، بس انا كنت بمارسهم مع بعض يعني سنتين، حسيت ان انا اثرت في الرمح وارقامي ابتدت تقل، فقلت لا انا لازم اركز. كان في تاهيل لبطولات ثانيه دوليه، فكانت محتاجه ده. وهتكملي برضو يعني، خلينا برضو نعرف منك ايه الستبس اللي جايه. هكمل في الرمح، ويعني انا حلمي صراحه انا اسافر اولمبياد باريس 2024. ايوه بقى احنا عايزين الكلام ده من دلوقتي، برافو عليك. هو ده فيعني ده حلمي واللي انا نفسي اوصله بجد، ده بجانب يعني البطولات اللي جايه قبلها، افريقيا 20، عرب، عالم 20 السنه الجايه غير السنه دي. فيعني اتمنى يعني انا حلمي ميداليه ان شاء الله. طبعا المنافسات الافريقيه اكيد بقى بتتنافسي مع لاعبات من دول كتير، ممكن تلاقي منهم بطلات للعالم، فالمنافسه كانت عامله ازاي افريقيا؟ هي كانت منافسه قويه قوي، ان احنا كمان كانت اول حاجه يعني كان اول توتر لبطوله بره مصر، وكان في كذا ظروف يعني ظروف جو وحاجات مش واخدين عليها. كانت فين البطوله دي؟ في ابيدجان. اوكي. فظروف جو واكل وحاجات ما كانتش بتسمح لنا خالص صراحه ان احنا حتى نتمرن، ما كانش فيه تمرين. فيعني كانت منافسه قويه، واحنا اتفاجئنا او ما انكرش ان احنا اتفاجئنا بالارقام، رقم اللي عملت اول ورقم اللي عملت تاني، ان احنا ما كناش متوقعين ده خالص، بس يعني الحمد لله بناخد خبره اكيد. طيب لو